رمضان كريم وتحية طيبة لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا بكل أنحاء العالم. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة، وصفة جديدة من طنجرة ولقيت غطاها. واليوم عندنا وصفة جدا رائعة والكل بحبها، شاورما اللحم. يا سلام على شاورما اللحم. الورقة والقلم قدامكم والمكونات رح تمرق على الشاشة. لحمة من وجه الفخذ كيلو، لبن كوب، طحينة معلقة كبيرة، بهارات الشاورما معلقة كبيرة، مسكة رشة، ثلاث معالق كبار زيت زيتون، ثلاث معالق كبار حامض، حبة بردقان، حبة. هذه هي المكونات، شفتوها قدامكم على الشاشة، فيها مكون واحد ناقص. شو هيدا المكون؟ فوتوا هلا دغري على فيسبوك الجديد، جاوبوا لحتى ينزل اسمكم بالقرعة وتربحوا جوائز عديدة. أما بالنسبة لطريقة التحضير، منجيب نحن لحمة من وجه الفخذ، منقطعها شرائح رفيعة، وفيني حط معها لية بتطيبة كتير، وبحط معها البهارات وكل المكونات اللي شفتوها، بطحنهم مع بعض مع الحامض والبرتقال بقشرتهم مثل ما هني، كلهم بخلطهم مع بعض وبتبل فيهم الشاورما من قبل بيوم مش بنفس النهار. إذا بنفس النهار ما رح تاخدوا الطعمة اللي بدكن إياها. بعد ما تبلها بهالبهارات وبهالمكونات بحطهم بصينية وفوتهم على الفرن على حرارة 200 لحتى تستوي الشاورما. طبعا بتقدموا معها صلصة الطراطور، بتقدموا معها البواز، هون حسب ما انتو بترغبوا. هيدي هي كانت وصفتنا لحلقتنا لليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. انا بدي لكم الف صحة، وانطرونا بكرة بوصفة جديدة، نكهة جديدة، والى اللقاء.